موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم المقطع المنتظر بالنسبه لي، مقطع غبنه يعني اكثر من انه منتظر. اليوم مثل ما تشوفون على اليمين حدث هالوين روكت ليج سوى شيء ما توقعت انه يسوونه ولا 1% للامانه، يعني لان السياره نادره. اوكي، نزلوا نيسان غبنوني، لكن ينزلون سياره باتمان كلها، كل السيارات الثلاث اللي انا شاريها قلت اني حسابي نادر، لكن هجت والله ما ادري ايش اقول. بس قبل ما يبدا المقطع لا تنسون لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، حط كود في اس ال اذا تشترون الحزمه. وش ذي؟ ديم والله رهيب ذا، شلون اخضر ليش؟ والله ديم لو يطلع وايت بيصير شيء خرافي. فعاليه باتمان ولا ايش هذه بعد؟ نجي عند الشيء المهم اللي هو باتموبيل. سيارات باتمان كلها جمعنا لك ثلاث سيارات ب 2000 كريدت. اذا بتشتري كود في اس ال لا تنسى، تبغى كريدت موقع روكت ليج اكستشينج ارخص موقع بيع الكريدت. كود في اس ال يخصم لك 3% فوق ما انه رخيص، يعني طبعا ارخص من اللعبه. فانا قاعد افيدكم، بس انكم بتفيدوني بسالفه انكم تستخدمون كود موقع روكت ليج اكستشينج. لكن والله العظيم صدق اني اذا جيت اشتري شيء من اللعبه اروح اشتري موقع روكت ليج اكستشينج، ما يعني ما اقول له اوكي عطني كريدت، لا اروح اشتري بنفسي لاني داري انا المستفيد، انا اللي بحفظ فلوسي. طبعا ارخص، ليش اشتري من هنا؟ اشتري موقع روكت ليج اكستشينج، اعطوني هنا اشتري الشيء اللي ابغاه في كود في اس ال لاني راح افيد نفسي يعني اكيد. مثل ما تشوفون السيارات كلها لحالها، لو تشتري سياره واحده يطلع لك 800 كريدت، 800 و800 و800، 2400 2400 هنا جامعين لك اياه ومخلينا 2000 منقصين 400 كريدت. فانا عندي السياره طالع ذي، ما ادري ايش اقول صراحه، الله ما ادري ايش اقول. ماذا مشكله ان الواحد يسوي نفسه نادر؟ اليوم راح نلعب بالثلاث سيارات كلها. شوفوا هنا باتموبيل 89، باتموبيل 16، والاخيره عندي بعد دارك نايت كلها موجوده. راح نلعب فيها باللون الابيض لان لون خرافي ومميز، باكس مود ما قصر يعني شالكوب 2v2. وبسم الله وديني لعبي الروكت ليج قل بشكل مو طبيعي. لو قاعد تلاحظون المقاطع الاخيره يعني قليل قليل المقاطع انزلها في الاسبوع الواحد، انزل مقطعين ثلاث مقاطع، يعني منشغل مره الفتره ذي اخر ترم في الجامعه ان شاء الله. اعذروني والله والله اعذروني على السحبه في القناه، ما اقول سحبه انا اقول يعني ضغط جامعي. نحاول ننزل اذا كنا قادرين يعني اذا فضينا. يلا يا خوي شوف بات موبايل، بات موبايل ها بات موبيل. الو شلون كذا؟ والله اني صدمتك والله، تكفى شوت ثانية هاي اصدمك. والله اني اسف جدا. اوكي كلوز هاي شوت. انا ليش نطيت ما ادري ترى، والله اني ما ادري. الخم الخصم، وش الشقلبة اللي تاخرت؟ والله الفليب مسويه من زمان والله. كهر اوكي اوكي نايسون، اول هدف الحمد لله الحمد لله يا رب. يا ساتر اخذ البوستين ليش؟ مريض لا يا شيخ، والله لو معي بوست والله لو معي بوست كهر. شوف كيف يعني انا صديتها جبتها في نفس الوقت. اوكي صده جاني جنب حلو طقه. اوكي تكفى نزل. وات از ذس وات از ذس حرام هوي وات ايش قاعد تسوي خوينا؟ اخذت البوست لا يا ساتر يا مريض. الله مريض ايش قاعد تسوي ذا؟ ايوه اها هنا ساسكت قليلا. اوكي نو شوت شوت، والله عندي لاج اليم ما ادري ايش اللاج، بينج عالي بزياده 150 حرام عليكم والله. تكفى خوي خوي نايس ايش اروح للخصم اصدمه يا ابن ويت. انا فكر فكر شباب، يعني من زمان ما لعبت روكت، دائما اقولها في كل مقطع من زمان ترى ما العب كثير شباب، هو المفروض لعبي افضل من كذا بس عاد شو اسوي؟ استمراريه اهم شيء، بس انا مو قاعد استمر. يا ساتر وش هاي الطقه يا انا ما ادري يا عيني. احس ما اعطيت باتموبيل حقها للسياره يعني. اوكي جي ما اعطيت حقها الامانه، بس نلعب بالسياره الثانيه ونشوف كيف اللعب. هذا ما ادري ايش قاعد تسوي خوينا، ما ادري ايش قاعد تسوي وكلنا قاعدين. خوينا جاب العيد بعد وات.
لا 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 يا الهدف لا 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 يا الهدف لا اوكي اوكي طعم الهدف في المدري ايش يبي صراحه هدف اليوم سكيل فجاه خويه طلع ما ادري ايش الحمد لله الحمد لله عطني الكوره عطني الكوره واعطيني والله قد عطني الكوره عطاني اياها بس جاب ام العيد ايسو ما لو يصير كلها فرفت والله العظيم بيصير شيء اسطوري حلو ايش قاعد يصير هاي خوي خلي البوست تكفى تكفى يا ساتر وهنا ما اعطاني اي بوست و وضعنا مزري ما معي بوست للحين خوينا قاعد يطير بدري ليه كتصير والله العظيم خربطه ما ادري ايش تبي اوكي خوينا صامل لمسه ايش البهلوان اللي قاعد تسويه انا هوب والله كريسماس يا ساتر والله بغيت اضيعها بعد شوف كيف والله ابغى تضيع مش اوكي 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 ايش في حقد والله العظيم اني اسف والله اني اسف والله يا مسكين الثاني والله رجفته بس انا اسف يعني خوينا لازم يروح المرمى يعني 4-0 لازم تجيب الرابع نضمن الفوز يا اخي كلوز 1 كلوز 1 رجفت لك يا خوي روح اوكي امشي اوكي ايش الوضع ايش الوضع هنا يا ساتر والله الوضع خربطه بشكل اوكي ما معي بوست عاد والله ما معي بوست يو يسيف امشي خوي تكفى خرب عليه نويس وات سيف والله وات سيف يمين اوكي اوكي وات كلوز ون طلع كان صغير والله نايس والله العظيم نايس اهداف جلد يعني جلد شوي مو مره بس انه جلد نروح على السياره الاخيره ها ذا دارك نايت بسم الله مع انه افخم بالاسود لكن والله لونه غريب هنا يعني مع اني حاطه ابيض بس اتوقع انه ما تنحط شو كيف من ورا 4 كفرات من قدام كفرين فالوزنيه فيها بتكون ما شاء الله تبارك الله اوكي اللي كان معي قبل شوي صار ضد الحين اللي هو اس كيو ام مدريس نايس يا ساتر والله بغت لمسه يو يا الجريت باس والله اسطوره يا شيخ والله اسطوري شوف اللمسه الثانيه شوف اوب والله لمسه جامده هني والله اتوقع اني لعبت ضده هذا ما ادري بس اتوقع جولك يا سلام يا سلام لا 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 اوكي والله كان ودي صراحه هذا يطير ما شاء الله طيرانه كويس ولعبه كويس لكن مو ضدي يعني تكفى يا خوي كانت فكره اني اخليها لخوينا بس هجت يا شباب يو ساتر لا 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 يا الحظ لا يا الحظ ايش الحظ الخايس اوكي حظ خايس يا شباب ايش نسوي عاد طوايف داش اوكي نو بروبلم والله خوينا تباطى فيها مره الخمني جيت بقى اخش معه صراحه جيت ببلك معه بس البوزيشن حقي كان تعبان ما عليه يا خوي ما عليه يا ساتر تكفى جريت باس والله يا ساتر والله شوف كيف صدها بغت ما تدخل والله بغت ما تدخل اوكي تكفى والله كانت النية يعني بنش جريت باس يا عيني ما توقعت كلهم يطيرون للامانه هذا طار والثاني طار طيران بعيد مره طاير خوينا حلو تكفى نايس شوت يا عيني والله اللي ما يضغط لايك يا ويله واللي ما يشترك يا ويله وش ذا الجلد يا شباب صح انه ما في فري ستايل وكذا بس على الارض امتعكم اي ام سوري يبغى ياخذ البوست ايوه يا عيني
كيه كريت باز يجي يجي والبليد والله كيف ثاني بالبات موبيل الاولى اوكي امشي يا ساتر اظن فرصه يا الله اسستي خوي ليش ايش استعجل له والله استعجل مره خوينا لا يا ساتر ما تبي تدخل يا اخي دفا كريت بوس ايه خير سوى شيء تكفى يا الله طيب ليس الشوطه والله جامده لا يا اخي تكفى اوكي ما مع بوست هذا بس حاط خويه حرام الله حرام اقسم بالله انا ما ادري ايش سويت حركه والله العظيم ما ادري ايش الحركه هذه لا تكفى مو بهدف تكفى امشي قولك نايس شوت والله نايس شوت يا ساتر والله يا ساتر امتع جيم هذا الجيم صراحه انا امتع جيم يعني كلهم يعرفون يلعبون بنفس الوقت كذا في اهداف كثير نايس شوت يعني الواب داش وجربه اوكي خوينا اللي صار موجود هنا والله نايس شوت جيم ممتع فزنا ولا ما فزنا والله العظيم جيم ممتع شوفوا الاسيست شوفوا الانهاء نايس نايس والله نايس تكفى جولك تكفى لا لفس جريت باس عيني جي جي والبليد فبس هاك مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك اشتركوا في القناه انتم مشتركين وعلموني ايش تبون مقاطع كثر مقاطع روكت ليج بنفس الوقت اصور اكثر لان حاليا للامانه ما في محتوى اسويه يعني اقدر انزل العاب ثانيه بس ما فيها مشاهدات علموني ايش انزل لا نبغى العاب يعني على الاقل الناس يشوفونها يعني الناس يحبونها زي كذا ان شاء الله استمتعتوا ونراكم على خير في امان الله السلام